وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله وبركاته. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم. الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ سامي السرساوي من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخي كريم. رحب الله بكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. اللهم أمين. ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم. أمين يا رب. والحمد لله على سلامة حضرتك. سلمكم الله من كل مكروه وسوء، وبوركتم وجزاكم الله عنا خيرا. اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليجيب عنها فضيلة الشيخ سامي السرساوي أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وكما تعودنا مع فضيلتكم فضيلة الشيخ سامي السرساوي أن نبدأ بمقولة أحد السلف الصالح حلقتنا، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما قال: إن لله تعالى من خلقه صفوة، إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا، وإذا أنعموا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا. نعم شيخنا الكريم، بداية هذه الأربع التي يعني يجب أن تكون هذه الخصال الأربع في المسلم، صلى الله عز وجل أن يرزقنا أجمل الأخلاق. اللهم أمين يا رب العالمين. آمين. إذا أحسنوا استبشروا، ما معنى الإحسان في العمل شيخي الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بطاعته، وأن يغفر لنا وإياكم الذنوب والأوزار، وأن يعفو عن تقصيرنا أجمعين، وأن يبلغنا بفيض كرمه رمضان. اللهم يا ربي. اللهم آمين. أما فيما تفضلتم وطرحتموه من كلام نفيس للصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والذي دائما وأبدا نزين به جلستنا أو بداية حلقاتنا مع سلف الأمة الصالح، الذي لو اتبعنا هديهم بصدق ويقين لانصلحت أحوالنا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: وليس هذا بغريب على من تربى في كنف رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول: إن لله تعالى من خلقه صفوة. هذه الصفوة أو هؤلاء من اجتمعت فيه الأربع خصال، أولها إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا، وإذا أنعموا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا. لو أردنا أن نقف معها تفصيلا العمر ينتهي، ولكن كما تعودنا نزين المجلس في بدايته. يقول رضي الله عنه وأرضاه: ليغرس فينا أجمل الأخلاق وأحلاها. فما أروع الإسلام عندما يتأثر أبناؤه وأتباعه وأحبابه بأقوال النبي
لتظهر على السلوكيات التي ينبغي أن تكون منطلقة من خلال هدي ربنا وسنة حبيبنا. فيقول ابن عباس رضي الله عنه أرضى الصحابي الجليل سيدنا: الصفة الأولى إذا أحسنوا استبشروا، الإحسان كل عمل وافق كتاب الله وسنة نبيه ومصطفى عليه الصلاة والسلام، فأخذ بالأسباب، أحسن وجد واجتهد في عمله ليس فيه أدنى مخالفة، لم يبتدع ولم يستحسن حسب هواه وشهوته أو رغبته أو إلى آخره، ولكن كان مقيدا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي علمنا النبي كل ما ليس من ديننا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فالإنسان إذا أحسن العمل من طاعة، من أقوال قلبية، من عمل دنيوي يقصد به وجه الله تبارك وتعالى، فإنه يستبشر بهذا العمل، يحسن الظن بربه أنه لن يرده وأنه سيقبله وأنه سيكافئه عليه بالخير العميم، لأنه يتعامل مع رب كريم سبحانه جل في علاه. نعم شيخ كريم، نواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل. أنا بس عشان أكلم على الشيخ تمام، أقول الحمد لله على السلامة يا رب، ربي ربنا سبحانه وتعالى، أنا بدعي لكم في القيام وقناعي الصلوات وأنت يا أستاذ أحمد والله. لأن بفضل ربنا سبحانه وتعالى تممتم، بطلت التلفزيونات وكل حاجة بفضل الله، بقالي ثلاث سنين ملتزمة الخير والحمد لله كلها بفضل الله ثم حضراتكم. ألف مليون سلامة، منور الشيخ والله. ربنا يرضى عنك ويبارك فيك ويغفر لنا ما لا تعلم. وعليكم السلام ورحمة الله. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. ازيك يا أستاذ أحمد؟ والله في نعم، الحمد لله رب العالمين، الله يرضى عنك. بارك الله فيك أنت والشيخ، وألف سلام على الشيخ. سلمكم الله من كل مكروه وسوء. والله أنا عندي سؤالين كده عايز أسألك فيهم. تفضلي يا فندم. أنا معايا ابني متجوز بنت أختي. نعم. وبعدين يعني هو مثلا في مستشفى في أي حاجة بيخليها تروح تشوف أمها. فهي دلوقتي قاعدة عند بنتها وفي مشاكل بينه وبين بنتها جامدة قوي، فهو منحها إنها تروح عند بنتها، بقى لها أربع شهور ما شافتهاش. هل ده بقى قطع الرحم ولا عليه وزر؟ يعني هو منع زوجته إنها تروح عند أمها؟ عشان في إشكال بينه وبين أختها، هي قاعدة عند أختها مقيمة يعني. لكن هو في أي مستشفى بيوديها، في أي مكان تاني بيوديها. أيوه. عايز يجيبها يعني أي مكان تشوف أمها فيه إلا بنت أختها. بس الاربع شهور دول دلوقتي البنت ما بتشوفش امها، ده كده قطع الرحم هي وهو ولا ايه النظام؟ حاضر. وبعدين انا عايز اسال عن طريق الصلاه عمدا متعمد، يعني ما بيصليش او هي ما بتصليش، ده جزاءه ايه؟ نعفو عنه في امان الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، تفضل يا شيخ احمد. احمد معاك، الله يرضى عنك، تفضل يا شيخنا. يا مرحبا. يا مرحبا بحضرتك. الله يرضى عنك ويبارك فيك. ماشي عايز هذا ماشي. تفضل يا سمعت. نعم. يا شيخ احمد. الله يرضى عنك، نعم. انا كنت نادر اطلع عمره. بس حظي الصحيه مسامحه وعندي ولد عايز يتجوز. فرأي الدين بعد ذلك. ربنا يكرمك وتعمل الاثنين ان شاء الله. يا رب. حاضر، في امان الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي. عايز أسأل على أمامة المرأة الصلاة أما نكون في شغل ولا حاجة وبعدين من الشغل أذن وزميلة لنا بتأمنا، هل يجوز؟ يعني المرأة في العمل كيف تصلي؟ لا يعني هل يجوز الإمامة للمرأة في العمل هي وزمايلها ولا لا يجوز؟ زميلتها ولا يعني هي ستأم زميلتها في الصلاة مش كده؟ تأم ايوه في غياب أيوة الرجال، مش يعني في غرفة لا بدون مرة. رجال لا بدون رجال. طيب حاضر. طب ولو لا يجوز في صلوات صليناها نعمل فيه ايه في الصلاة دي اللي صليناها؟ حاضر. ممكن نمت الشيخ لو سمحت؟ رقم الشيخ مع الشباب في كنترول، الله يرضى عنك، ما تقفليش وخد الرقم من الشباب. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. معنا أم لا؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. ازيك يا أستاذ أحمد؟ والله في نعم الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا رب على حسن خلقك ويجعلك من أهل الجنة. يا رب يسعدك ويغفر لنا ما لا تعلمين، تفضل. وسلامنا للشيخ سامي وربنا يجعلنا من أهل الجنة، والشيخ سامي تاج فوق رؤوسنا والله. اللهم آمين. الله يبارك للشيخ محمد. الله يجعلنا من أهل الجنة على اللي هو بوصله لنا واللي هو بيديه لنا. يا رب يسعدك. ربنا يرضى عنك ويبارك فيك، أنتم فوق رؤوسنا. أنا عندي سؤالين يا أستاذ أحمد الله يرضى عنك ورجاء. أنا عايزك تدعي أمي فهي مريضة بالقلب، بالله عليك تدعو لها وتدعو لي ربنا يجعلني بره بيها وبأبوي. والسؤال الثاني، إحنا فلاحين، فإحنا عندنا بيقول عبد المطلب أو عبد المنطلب بالنون، فبقول المطلب دي اسم من أسماء الله الحسنى أو طلب. إحنا ما أنا مش عارفة يعني، لازم مش عارفة الكلام دي سؤال وضحيه أحسن، مش عشان مش مفهوم لدي. يعني هم إحنا عندنا بيقول عبد المطلب، المطلب دي اسم من أسماء الله الحسنى. عبد المطلب؟ المطلب. فهم بيقولها بالنون. المطلب؟ هم ساعات يقولها بالنون وبالميم. بالنون والميم. وبيقولوا طلب، فإحنا مش عارفين الكلام دي صح ولا غلط. السؤال الثاني ربنا يبارك فيك ويرضى عنك. لا نبدأ في التعامل العادي. في التعاملات. اتفضلي السؤال الثاني. السؤال الثاني الله يبارك فيك ويرضى ويجعلكم من أهل الجنة. أنا كنت يعني الواحد كان من كام سنة كده قريب من ربنا خالص، وكنت سبحان الله يعني دلوقتي زعلانة من نفسي ومش عارفة نعمل إيه عشان نرجع تاني. طلعت في عيالي لما اتجوزت وطلعت في حياتي، فمش عارفة نعمل إيه والله يا شيخ. ادعي لي ربنا يرضينا الله رضا جميلا وقول لي نعمل إيه. ونتوب علينا جميعا يا رب. أصبح الله أحوال المسلمين جميعا. هل معنا اتصال آخر يا أستاذ أيمن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم شيخ كريم، بارك الله فيكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. إذا أحسنوا استبشروا. نعم. البشرة والاستبشار ده غير العجب وغير الكبر، إنه يعمل العمل الصالح بشرطيه، بالإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يستبشر بهذا الإحسان. كيف يستبشر الإنسان بعمله الصالح شيخ كريم؟ قلنا ونقول مرارا وتكرارا ونذكر أنفسنا بين إخواننا وأحبابنا، العمل الصالح له ركنين أو له ركنان، شرطان أساسيان. الصورة المشروعة التي قلت وتفضلت حضرتك، متابعة وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل عمل ليس عليه النبي مردود على صاحبه. ثم الركن الثاني أو الشرط الثاني، النية الصادقة التي يبتغي بها وجه الله وليس رياء الناس وسمعتهم. فإذا كان الإنسان توافر معه الشرط هذا وذاك أو الركن هذا وذاك، فإن العبد من حقه شرعا أن يفرح بطاعته ويستبشر. فالاستبشار غير العجب، استبشار اجتهد في الطاعة بالشروط التي ذكرت، ثم بعد ذلك يبتغي الأجر من الله وثب. أما العجب كفانا الله وإياكم شرا، إنسان فخور بعمله أو بمعنى أدق مغرور بما قدم ويرى أنه فعل، وهذا من أخطر ما يكون، كما نقول نهاية البداية أو بداية النهاية التي تقضي على صاحبها. نسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم وكل من يسمعنا من الأخوات الفضليات والإخوة الكرام شر العجب يا ربي، اللهم أمين. وأن يجعلنا من المستبشرين الذين يرجون فضل الله ويرجون كرم الله تبارك وتعالى. نعم اللهم أمين. طبعا المقولة طويلة، نعم، ونكملها إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله. كنا من أهل الدنيا. اللهم أمين يا رب. نعم. العالمين. يعني الأخت المتصلة ابنها متزوج من ابنة أختها، ويبدو أن الأخ الكريم في مشاكل بينه وبين أخت الزوجة اللي هي بنت خالته أيضا، وهو يوديها عند أمها عند أمها في أي مكان، في مستشفى تروح، في أي مكان تروح إلا بيت أختها. 4 شهور ما شافتش أمها، فما الحكم شيخي الكريم؟ وهل تعد قاطعة لصلة الرحم؟ أرجو من السائلة الكريمة ومن ابنها إن كان يسمع ألا يغضب منا، فوالله إنا نحب الجميع في الله ونبغي دوما وأبدا أن يسمع الجميع لله ولرسوله، وليس للرغبات ولا الأهواء ولا الشهوات وما شابه ذلك.
فأقول ما بال المسلمين قد استخفوا بأحكام دينهم، ما بال المسلمين قد ابتعدوا عن منهج نبيهم وأخلاق حبيبهم صلى الله عليه وسلم. أقول للابن الحبيب بارك الله فيه، فهذه خالتك قبل أن تكون أما لزوجك، والخالة بمنزلة الأم كما علمنا ديننا. وإن كنت في خلاف يا ولدي مع ابنة خالتك التي هي أخت لزوجتك فاطرح الخلاف جانبا، أنت لا تريد أن تذهب عندها شأنك، لكن لا تمنع زوجك أي زوجتك لا تمنعها من الذهاب لأمها 4 أشهر. أنا أقول للسائل الكريم لو اعكس الآية وهذه خالتك صلة رحم، حتى إن كانت هناك مشاكل دعوا المشاكل جانبا، فربما مثل هذا الود وتلكم الزيارات تقضي على مثل هذه الخلافات. فأنصح الابن الكريم ألا يفعل ذلك، فهذه قطيعة رحم محرمة. خذ زوجتك تصل، حدد لها نصف ساعة ساعة كما تشاء، وانتظرها في أقرب مكان أو ترجع هي أي مكان حسب ما تتفقون، لكن لا تمنع من أمها بارك الله فيك. هب لو أن أمها ماتت الآن في هذا المكان لا تراها، أي شرع وأي دين يقول هذا؟ راجع نفسك يا ولدي واتق الله تبارك وتعالى في خالتك التي هي أمك، إن لم تكن خالة لك هي أم زوجتك، هي أمك وتسأل عنها أمام الله يوم القيامة. واعمل ونحن على أعتاب رمضان على صلح ابنة خالتك. قال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ضع تحت هذا عشرات الخطوط إنجاز التعبير، حتى وإن أساءت نحسن إليها. قال الله لنا في القرآن الكريم ادفع بالتي هي أحسن، نحن للأسف خليناها اليوم أسوأ. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صديق قريب إلى القلب، فراجع نفسك واخرج من هذه القطيعة واستغفر ربك، لأنها قطيعة رحم تسأل عنها أمام الله. نعم شيخ كريم، من ترك الصلاة عمدا ما حكمه؟ مصيبة كبرى، وأرجو من تركت الصلاة أن تستجيب وتسمع. اليوم بإمكانك بنيتي أن تستغفري وترجعي وتتوبي، والله غفار يقبل من عبد. غدا لن تستطيع فعل ذلك، تدارك نفسك قبل أن تنامين على فراش الموت. يومها كما صور الله في القرآن الكريم، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون، سيبني ساعة، سيبني يوم، سيبني دقيقة، مش هيحصل، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الصلاة عمود الدين، عماد الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بالتأكيد سورة تحفظها، لأنها ليست من الطوال ولا المفصل، من قصار الصور، سورة المعون. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. انظري ما بعدها، فويل، لم يقل الله فويل للذين لم يصلون، ويل للمصلين. الله توعد بالويل وادي في قعر جهنم لطائفة من المصلين، والذي رفع السماء بلا عمد كما قال أصحاب النبي ابن عباس وابن مسعود وغيرهم من أهل التفسير، ليس المقصود الذي لا يصلي، لا، إنهم يصلون الفروض الخمسة، والله يصلون الفروض الخمسة، لكن للأسف كما يفعل كثير من المسلمين من الرجال والنساء الصغار والكبار يؤخر الصلاة لوقتها قبل الفرض الثاني ب5 دقائق يخطفها ويجري، فكيف بمن لم يصلي أصلا؟ فخلف من بعدهم خلف في سورة مريم، ماذا فعلوا؟ أضاعوا الصلاة، تبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. فراجعي نفسك واتق الله تبارك وتعالى قبل فوات الأوان. نسأل الله العفو والعافية. أخونا الكريم عنده يعني ابنه يريد أن يزوجه ويريد أن يخرج إلى العمرة، والظروف المادية يعني لا تستوعب الأمرين معا، أيهما يقدم شيخي كريم، العمرة أم زواج الابن؟ أقول للسائل الكريم بارك الله فيه، شرعا لسنا مطالبين أن نزوج الأبناء. أعلم أن كلامي سيغضب بعض الأولاد، لكننا نقول شرع الله تبارك وتعالى، تربيتنا لأبنائنا من الأصل خاطئة. الولد ربيناه وعلمناه
سبحان الله، وحرمنا أنفسنا الكثيرة ثم يريد أن نزوجه، وبعد ما نزوجه ننفق عليه ونزوج له أولاده، متى سيؤدي الحج أو العمرة؟ فأنا أقول للسائل الكريم بارك الله تعالى فيه، أدي العمرة واعلم أن الخير فيها والرزق فيها بفضل الله عز وجل، وعندما تعود ما ييسر لك من مال لا بأس ولا حرج أن نقف إلى جوار أبنائنا بما يسر الله لنا دون أن نكلف أنفسنا فوق الطاقة. ربما يقول السائل نفسي وأنا أميل إلى أن أقف إلى جوار ولدي، أقول شأنك، ولا نستطيع أن نخطئك، ولكننا ذكرناك بالأولى والأفضل والأصل. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخت ستصلي بزميلاتها في العمل طبعا بعيدا عن أعين الرجال، فما حكم هذه الصلاة؟ الصلاة صحيحة، ويجوز للنساء أن يصلين جماعة ما دمنا بعيدا عن أعين الرجال كما ذكرت. تتوسط إحداهن الصف، تأتي لا تتقدم الصف كحال الرجال، ولكن في وسط الصف تكون إماما وتصلي بهن جماعة، والصلاة صحيحة ولهن أجر الجماعة إن شاء الله. نعم شيخ كريم بارك الله فيكم. أختنا تسألكم الدعاء شيخنا الكريم. نسأل الله أن يكرمها وأن يكرمنا جميعا وسائر المسلمين، أن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يأخذ بأيدينا إليه، وأن يردنا إليه مردا جميلا. نعم بارك الله فيكم. اللهم أمين. إياكم أمين يا رب. السلام عليكم. طيب نعود للاتصال. نعم شيخنا الكريم بارك الله فيكم. عبد المنطلب أو عبد المطلب أو طرب، هل هذا من أسماء الله الحسنى شيخنا الكريم؟ ليست من أسماء الله الحسنى، وهذه موجودة في كثير من القرى والأرياف، حتى في الحضر تجد البعض ينطقها عبد المطلب، وهناك من ينطقها عبد المنطلب بالنون، وهناك من يقول له طلب وما إلى ذلك، فلا بأس ولا حرج. نعم شيخ كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال آخر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. تفضل حضرتك يا شيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم إن شاء الله. فيكم بارك الله. تفضلي. بقول لحضرتك يا شيخ، أول حاجة أربط عقلية بالتطبيق الكرب وشفاء العادي. ثاني حاجة أنا عندي جلطة على الرئة دلوقتي الحمد لله بتروح، بس كان عليا صيام رمضان بسبب حمل وبسبب رضاعة، فأنا مش عارفة حكم الصيام ليا إيه، هل أدفع مثلا ولا هل أصوم؟ أسأل مثلا الدكاترة. بس أنا مشكلتي إن أنا لما ما باكلش بيجيلي زي غثيان وببقى عايزة أرجع على طول. دي حاجة. السؤال الأول أنا ما سمعتوش، أنا سمعت الثاني فقط. السؤال الثاني بالنسبة لزوجي، هو أنا دايما بيبقى فيه خلاف معاه بسبب مثلا زمايله في الشغل البنات، فأرجو من حضرتك النصيحة. تاني تالت سؤال لو سمحت حضرتك، لو أنا مثلا بتصدق مثلا لأمي، بدي فلوس مثلا لأمي في البيت بعلم زوجي، هل ده أولى ولا مثلا أجزأ ما بينها وما بين حد غريب مثلا أن أنا أعمل صدقة بس؟ وشكرا يا شيخ. وفي حاجة معلش أنا أسفة، بالنسبة للطلاق زوجي في أول الزواج خالص قال لي أنت طالق طلقة حرة مثل العصفور، كان في واحد للأسف يعني قالها له على أساس أنه هو تهديد، فهل دي يعني هو بيطلقك طلاق بالبلاغة يعني ولا طلاق بالإيه ده؟ هو بيقول لي أنت طالق طلقة حرة بائنة مثل العصفور البائن من القصص، يعني كلمة زي كده، فهو أفتونا أن هي تقع طلقة، فهل هذا صحيح ان هي دي وقعت طلقة ولا لا؟ يعني اراد بها المداعبة يا اختنا؟ اراد بها المداعبة ام الطلاق ولا كان لا هو كنا احنا في خلاف ما بيننا، فكان بيهددني طلاق صريح. طلاق صريح. طيب بس ما كانش يقصد الطلاق، هو كان قصده تهديد، بس هو فهم غلط فقالها لي بكلمة انت طالق طلقة حرة مثل العصفور البائن من القفص بس. في امان الله. السلام عليكم. على السلام عليكم وبركاته. اهلا ومرحبا فضل حبيبي. احمد الحمد لله في نعم والله. الحمد لله انا احبك في الله والله وشك البشوي دي الصراحه لما اتفرج عليك. الله يرضى عنك وحبك الله الذي احببتنا لاجله. جزاك الله خير والله. الشيخ طيب الكرام اللي بتشوف حضرتك على قناه الندى يا رب يسعدك ويبارك فيك. والله حضرتك على مثل الشيخ سؤال بعد اذنك. نعم فضل. انا شغال شيخنا في فندق في شرم الشيخ، شغال في قسم اسمه قسم الهندسه،
ماليش دعوه بالخمور ولا دعوه باي حاجه، الحمد لله بصوم يوم الخميس وبصلي الحمد وكل لله تمام. يعني الشغلانه دي بس يعني احس ان هي حلال ولا حرام؟ دي حته تمام تمام تمام. وحته ثانيه بقى، انا ساعات بستاذن يعني مديري مدير المباشر، انا بستاذن منه بنزل يوم او اثنين قبل بعد الاجازه، يعني مثلا نزلت يومين بدري ومحسوبين لي شغل، بس باذن مديري طبعا اللي هو مدير اهل المباشر مش المدير العام بتاع الفندق. يعني زي مأمورية كده وتروح من بعدها؟ لا مش مأمورية، اجازه، انا ليا بقعد 21 يوم وبنزل اسبوع. طب بتاخد الاجازه قبل اجازتك بيومين؟ بيومين بالظبط كده، بنزل قبلها بيومين بس باذن مديري. في سبيل مقابل مثلا ان هو مثلا ان هي ما فيش زيادات ما فيش حاجه، فبيحب يعوضني بالحاجه دي، لان في ساعات بيخليني متاخر في العمل، على قانون العمل بيقول لي 8 ساعات ممكن نقعد تعدي ال 12 ساعه، فهو بينزلني بجبر خاطره هو دي ساعه وزر، بس ما حدش بيعلم خالص الحوار دي غير مديري انا المباشر بس. طيب حاضر، ربنا يكرمك. ماشي، انا استاذن حضرتك بس الشغل اللي ساعه ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، اتفضل. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله في نعم والله، اتفضل. عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هات سؤالك وطي التلفزيون من فضلك. يا مولانا. معاك بس وطي التلفزيون، اتفضل. الو. معاك حبيبي الغالي الله يرضى عنك. كلمنا من التليفون وطي التلفزيون، اتفضل. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا استاذنا، تفضلي. لو سمحت حضرتك، انا في اقارب كانوا اذوني اذى جامد، هم كانوا قريبين مننا جدا، اذوا ابني اذى جامد يعني. فانا دلوقتي جات على الصله بيهم نهائي انا وابني، بس لو قابلتهم في مكان بسلم عليهم. لكن غير كده ما بروح لهمش ولا بزورهمش زي الاول ولا هم بيزوروني. يعني بسبب الاذى الجامد اللي اذوه لابني ده. فده كده عليا وزر ولا ايه؟ حاضر. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. رقم الشيخ لو سمحت، الشيخ مسامي. رقم الشيخ موجود مع الشباب في غرفه التحكم، ما تقفليش حضرتك وخد الرقم. نعم شيخنا الكريم، متعكم الله بالصحه والعافيه ونعم الله بعلمكم، اللهم امين يا رب العالمين. نعم شيخي، الاخت سالت عن نعم من كم سنه، بتقول انا زعلانه من نفسي. يعني كيف الانسان يتوب ويعود الى الله عز وجل ويستقيم على امر الله سبحانه وتعالى؟ شيخنا الكريم، على ما فهمته من سؤالها. نعم. نقول للسائله الكريمه، ليس بعيب ان نخطئ، لكن العيب ان نعرف اخطاءنا ونصر عليها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون الراجعون إلى الله. فالإنسان الذي لا يرضى عن نفسه ويحاسب نفسه أولا بأول، فهي بشارة خير وعلامة صحية، لأن نفسه تؤنبه ويحاول الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فليقطع المعصية وليبتعد عن أرضها، ويقترب من أهل الطاعة قدر استطاعته، ويعلن التوبة ويلزم الاستغفار، فإن الله تبارك وتعالى لا يقنط أحدا من رحمته. يقول لنا في محكم التنزيل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قل للذي ألف الذنوب وأجرما وغدا على زلاته متندما، لا تيأسن من الجميل فعندنا فضل ينيل التائبين تكرما، يا معشر العاصين جودي واسع، توبوا فدونكم المنى والمغنمة، لا تيأسوا لا تقنطوا، فالذنب مغفور لكم، إني الجدير بأن أجود وأرحم. سبحانه وتعالى وعز وجل، أسأل الله أن يرحمنا وأن يتوب علينا أجمعين، اللهم أمين يا رب العالمين. آمين. الأخت عليها أيام من رمضان أو أكثر بسبب الحمل والرضاع، وهي إذا يعني الآن ترضع، إن صامت تشعر بالضعف. شيخي الكريم، فهل تخرج مالا أم لابد أن تصوم؟ نعم. قبل أن أجيب السائلة الكريمة ونحن على أعتاب رمضان، نصيحتي لكل حامل أو مرضع أن تذهب إلى الطبيبة التي تتابع معها، لأن الرأي الشرعي في مثل هذه الحالات ينبني على الرأي الطبي. فإذا أخبرت الطبيبة المسلمة الثقة أن الحمل فيه مشكلة
مع الصيام يؤثر على الجنين أو على المرأة الحامل أو الرضاعة. الصيام يؤثر على كمية اللبن أو على صحة المرضع، في هذه الحالة تفطر وتقضي أياما أخر غير رمضان، اللهم إلا إذا كان رأي الطب يمنعها من الصيام تماما طوال عمرها وطوال حياتها، في هذه الحالة تطعم عن كل يوم مسكين، لكن ليس لديها عذر، تفطر وتقضي بناء على رأي الطب وتقضي أياما أخرى. إذا نقول للسائلة الكريمة اعرضي حالك على الطبيبة، فإن كان هناك من مانع افطري حتى إن كان رمضان كاملا واقضي أياما أخر إن شاء الله عز وجل. نعم شيخ كريم، يبدو أن في خلافات مع الزوج بسبب الزميلات في العمل، فما الحكم؟ يعني زميلات الزوج. نقول للسائلة الكريمة أنصح كل أخت فاضلة ابعدوا أو ابعدنا عن الشك الذي هو سبب دمار البيوت، ولا ينبغي أن نتكلم في أمر إلا إذا كان رأي العين يعني واضح، لكن نقيم أحكاما ونفتل من الهواء حبالا هذا خطأ كبير. إن الله عز وجل نهانا عن الظن وسوء الظن، نحسن الظن بجميع الناس، لكن ننصح إن كانت ترى مكالمات أو مكاتبات تنصح زوجها أن يتقي الله تبارك وتعالى، لأن هي زميلته في العمل في حدود العمل وفقط، خرج من المصلحة لا يعرفها ولا تعرفه، اللهم إلا لطارئ، كما لو تريد أن تبلغ عندها مصيبة أو عندها مشكلة، والأولى أن تبلغ زميلتها من النساء أو البنات، إن كان هناك من عذر طارئ وأمر أمر ضروري لا بأس ولا حرج، لكن على المسلم ما يرضاه لنفسه يرضاه لغيره والعكس. نعم شيخ كريم بارك الله فيكم، هي تخرج صدقة لأمها بعلم الزوج، هل الأفضل أن تجعل الصدقة لأمها أم تجزئ الصدقة شيخ كريم؟ نقول للسائلة الكريمة ما دام يعلم فلا بأس ولا حرج، ما دامت تحتاج هذا حسب حاجتها، رأيت أنها تحتاجها كاملة لا بأس ولا حرج، رأيت أن تجزئيها وأن تشاركي أو تشركي معها غيرها جزاكم الله خيرا، أنت صاحبة قرارك. نعم الزوج في لحظة من لحظات الغضب بس هو مدرك يقصد التهديد، قال لزوجته أنت طالق طلقة حرة مثل العصفور البائن من القفص، فهل هذا يقع به الطلاق شيخي كريم؟ الطلاق واقع ومحسوب طلقة، لأنه صريح ويعني فلسفة ما أنزل الله بها من سلطان، الرجل أراد البيان الكامل، عصفور خرج من القفص وأنت كذلك من قفص الزوجية انطلقتي، ليس في طلاق الصريح تهديد، هذا اسمه تلاعب بشرع الله. الطلاق واقع ومحسوب أيتها السائلة، الطلقة الأولى ترجعين إلي، الطلقة الثانية ترجعين إلي، الطلقة الثالثة لا رجوع لها. نعم نسأل الله العافية يا رب. نعم شيخنا الكريم، أخونا يعمل في فندق في قسم الهندسة بعيدا طبعا عن الخمور والمحرمات، والحمد لله يصلي ويصوم الاثنين والخميس، ربنا يحفظه، حكم عمله؟ نعم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع علينا وعليه، لا بأس من العمل إن كان الحال كما ورد بالسؤال، وإن كان الأولى والأفضل أن يبحث عن مكان آخر، وعندما يجد يترك، لأن الخمور جزء من داخل هذا المكان في المال الذي يدخل للجميع. أسأل الله أن يعين الجميع على الطاعة، آمين يا رب العالمين. نعم شيخنا الكريم اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل يا فندم. نقطة التلفزيون وكلمة التليفون الله يرضى عنك، تفضلي. يا بتتكلم مش سامعاني. تفضلي، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. نسأل السؤال الشيخ مازن؟ الشيخ سامي. الشيخ مازن. ألو. الأخ الأصغر للشيخ، ربنا يحفظ الاثنين. اتفضلي. السلام عليكم. الشيخ سامي. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد معنا؟ أحمد معاك، اتفضلي. طيب ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو ابني عايز يسأل سؤال، هو عنده 5 سنين. ما شاء الله، اتفضل يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عنده 5 سنين.
ما شاء الله ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ويجعلك من الصالحين. ينفع العب دومنه ولا ما ينفعش؟ تلعب دومنه؟ لا صفيره. كوتشينا؟ ينفع العب دومنه ولا ما ينفعش؟ عندك كوتشينا ينفع تلعب بيها ولا لا؟ حاضر. شيخنا يجيبك ربنا يحفظك. على الازعاج بس هو كان حابب يسال السؤال بنفسه. خير ربنا يحفظه لك ويرضى عنه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا اخي الكريم تفضل. اولا عايزين نطمن على الشيخ محمد حسن عبد الغفار الله يرضى عليه. والله انت ابن حلال جزاك الله خيرا. الشيخ بخير الحمد لله، بس يعني مساله قصور الحمد لله ان ربنا جعلها على قدر هذا الامر. الحادث كان كبيرا ولكن ربنا نجاه الحمد لله رب العالمين، بس مساله وقت قصور في القفص الصدري والكتف كان اتخلع بس الحمد لله رد، بس انت عارف الحاجات دي بتاخد وقت، لكن الحمد لله الشيخ صح الحمد لله جيده وحالته مستقره الحمد لله. يا رب تطمنونا كده باستمرار عليه يا شيخ. دايما ربنا يحفظك شيخ على طول بنطمئن عليه، ربنا يحفظه ويمتعه بالصحه والعافيه. ويعني هو اهله فضل وحقه علينا الدعاء له ولامثاله ولكل المسلمين. ربنا يعافيه يا رب. جزاك الله خيرا على سؤالك وهذا من ادبك واخلاقك. الله يصلح حالك. في امان الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل. معاك. بعد إذنك يا شيخ أحمد عاوز أتكلم فضيلة الشيخ سامي، هل للميت إرادة في إذا مات؟ هل؟ سؤال تاني. أعد السؤال. هل للميت إرادة إذا رفع على الكفن يعني في أنه يذهب أو لا يذهب إلى المقابر؟ يعني هو الميت هيبقى عايز يروح أو ما يروحش المقابر، هل للميت إرادة إذا وضع في الكفن يذهب إلى المقابر أم لا؟ حاضر. في أمان الله. بس في بعض الناس يقول لك الكفن طاير، الكفن بيجري، الكفن. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا حبيبي تفضل. الله يرضى عنك. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله في نعم لا تحصى ولا تعد، الحمد لله رب العالمين. الله يخليك. الله يخليك. والله حضرتك معايا الوالده تمام، راح عمره ما شاء الله، تمام عمره رمضان ان شاء الله، يعني ان شاء الله بالخير. بس الله يخليك. وانا حضرتك احنا من الاشراف يعني، تمام. بس طبعا احنا طبعا ما تجوزش هنا الصدقه، فهناك في ناس قالوا لها لا انت تاكلي عادي من الحرم ومش عارف ايه وكده، دي من الدوله يعني. فانا بقول لها دي ما تجوزش، يعني بقول لها دي ما تجوزش. طبعا بالنسبه لنا احنا على اساس احنا من الاشراف ما تجوزش، دي تعتبر صدقه. فقالت ما تقول لي، والله الناس قالت لي، ففي الاخر ما تقول لي اسال لي الشيخ. حاضر ربنا يحفظها لك. شكرا بارك الله فيك. شكرا. عمرة مقبوله باذن الله، مقدما باذن الله ان شاء الله. ربنا وعدنا وكرمنا وكرمها يا رب. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم، اللهم امين. السؤال الاخ يعني هو ممكن ينزل قبل اجازته بزياده يومين باذن المدير المباشر، تتعوض ان هو لو هو يشتغل 8 ساعات في الدوام ممكن يقعد شويه يتاخر ساعه ساعتين، المدير عارف. فما حكم هذا الامر شيخي الكريم؟ نقول للسائل الكريم، إذا كان عدد الساعات التي تكون فوق دوامه لا يحاسب عليها من جهة عمله، وهذه الساعات تساوي اليومين في الأجازة التي أخذها زيادة، يجوز شرعا. أما إذا كان يحاسب على عدد الساعات إضافي لا يجوز شرعا. نعم شيخنا الكريم بارك الله فيكم. أمة الله لها أقارب يؤذونها ويؤذون ابنها، هي قطعتهم تماما إلا إذا رأتهم في مكان سلمت عليه، فهل عليها وزر شيخي الكريم؟ نقول للسائلة الكريمة، إن كان الحال كما ورد بالسؤال يجوز شرعا بشرط عدم القطيعة التامة. إذا التقيناهم في أي موقع أو مكان سلمنا عليهم وسلموا علينا، لأن القطيعة محرمة شرعا إلا في حالة الأذى الذي يخرج فوق طاقة البشر، فالإنسان يختصر ويحدد العلاقة والمعاملة ويكتفي بالسلام وفقط. نعم شيخ كريم بارك الله فيكم. الابن الكريم يسأل عن حكم اللعب بالكوتشينة، عنده كوتشينة وعايز يعرف هي حلال ولا حرام
يلعب بها شيخي. أقول لجميع أبنائنا وأحفادنا هذا عمل محرم شرعا، لأن النبي نهى عن النرد، والنرد الأرقام الزهرة، والكوتشينة صورة من صور النرد، لأنك تمسك الأوراق واحد واثنين وثلاثة واربعة لحد عشرة، حتى لو يعني مجرد اللعب للتسلية هي 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 صورة من صورة يعني لو مسكنا النرد والتسلية. النهي واضح، فعلينا أن نلتزم. هناك بدائل أخرى غيرها. نعم. لو ذهبنا لمكتبات إسلامية هناك كروت مكتوب عليها الغزوات وفتوحات، ومكتوب عليها أسماء الصحابة وأمهات المؤمنين، معلومات ثقافية تبني أبناءنا وعقول أبناءنا. الثقافة الإسلامية مفقودة في بيوت المسلمين اليوم للأسف الشديد. احنا النهاردة جل بيوتنا أو معظم بيوتنا إلا من رحم ربي هتلاقي اللعبة بتاعت الأولاد كوتشينة والسلم والتعبان والضمن وما إلى ذلك، هذا لا يجوز. نعم شيخ كريم. والمكعبات، طب المكعبات اخبارها ايه؟ المكعبات لا باس بها، بس تكون مكعبات يعني بعيد عن الظهر. نعم تركيب يعني كلمات وحروف واعداد تنمي الذكاء. لا باس ولا حرج. نعم شيخنا الكريم. الميت هل له اراده اذا وضع، الله يرحم الجميع يا رب، وضع في الكفن وعلى النعش يذهب الى القبر ام لا شيخ كريم؟ لو كان للميت اراده ما دفن احد. اقول مره اخرى، لو كان للميت إرادة ما دفن أحد، من منا يحب القبر؟ القبر مظلم ظلام لا يعلمه إلا الله. نبي يقول أول منزل من منازل خيرك، سيدنا عثمان بن عفان وهو من هو إذا ذكر القبر أمامه بكى وانتحب، فيقولون عجبا النار أمامك تذكر في الأحاديث والخطب واللقاءات والمحادثات، لا تبكي مثل هذا. قال لأني سمعت رسول الله يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، إن نجا منه الإنسان ما بعده أيسر، وإن لم ينجو ما بعده أشد وأصعب. ثم يأتي ويقول للميت إرادة، ليس له أي إرادة، مسكين مغلوب على أمره. لو كانت له إرادة لم تنع أن يخلعه المغسل الثياب الذي على بدنه ويكشف عورته، هذا كلام لا أصل له، يروج له الأفاكون الذين يريدون أن يضلوا عباد الله، فيقول إن هذا الرجل من الصالحين. ثم أخذ الخشبة وطار بالناس ووقف أمام المسجد، مثل الذي نراه على الفيسبوك رضي الله عنه وارضاه المحدث العلامة تويتر، اللي أشهد الله ثلاث أرباع ما يقال عليه لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى، هذا كلام غير صحيح. تسأل الرجل هذا كان من الصالحين، من أعلى صلاحا من صحابة النبي رضي الله عنه، رضي الله عنه، ما أثر على ذلك عنه، هذا كلام غير صحيح. قال إمام الطريقة عند القوم الإمام الجنيد رضي الله عنه ونستشهد به لأنه من الصالحين، وهذا إمام الطريقة في الصوفية إنجاز، يقول ماذا؟ إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء طبقوا عليه كتاب الله فإنما حملته الشياطين، رضي الله عن الرجل. هذا كلام غير صحيح الذي ذكره السائل الفاضل. الميت طار، الميت بيجري، لا أصل له، الميت مش عايز يروح المقبرة، واحنا شايلين الميت النعش كان بيجري بينا، كلام غير صحيح، لا اصل له، لا اصل له، لا اصل له. لو معنا اتصالات يا استاذ ايمن. نعم شيخنا الكريم بارك الله فيكم. اسال الله ان يتقبل. ام الاخ الكريم ستذهب الى عمره في رمضان وهم كما قال من الاشرف. نعم. فالصدقه هل تحق لهم شيخي الكريم؟ الصدقه لا تحل لكل من كان من نسل البيت إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن ما يقدم في الحرمين ليس صدقة. هذه مهمة، يعني كان عندما كان يقدم الطعام النبي كان يأكله النبي، الصدقة لا يقبلها، لكن وضع الطعام أمامه ما كان، ما رد النبي طعاما إلا إذا عافته نفسه كحادثة الضب. فما يقدم في معظم في الحرمين في الغالب الأعام ليس صدقات، إنما أناس يتسابقون في إفطار صائم، إطعام أو يعني أريد أن أطعم وأكرم الناس، يعني دي بالصدقات. نعم هؤلاء ضيوف الحرمين، هناك ناس يتاجرون مع الله إن شاء الله، فهذه ليست من الصدقات. طب بعضهم أحيانا ممكن ينوي منها الصدقة أو ينوي منها، لست مطالبا بالتفتيش عن قلوب الناس، لكن متى تكون صدقة؟ عندما أسير في الطريق فيقابلني خذ يا حجة أو خذ يا ولدي أو خذ يا أخي هذا المبلغ، هذه صورة صدقة واضحة. لكن أنا وضعت طعاما أمام الناس في الحرمين لأبتغي به الأجر والثواب من الله فلا ترد الطعام، تقبلها على أنها نعم وليس صدقة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل. بندخل المساجد وبنلاقي بعض الأئمة لا يحسنون قراءة الفاتحة،
بعض الأئمة في كثير من المساجد لا يحسنون قراءة الفاتحة، فهل نصلي وراءهم؟ نعم، حاضر. ماشي، جزاكم الله خير. وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضلي. بارك الله فيكم في العنين في القناة. وإياك الله يرضى عنك ويحفظك. ربنا يشفي الشيخ محمد حسن عبد الغفور. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين ومرضانا جميعا، اللهم آمين. عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي يا فندم. السؤال الأول، ما حكم الشرع في يعني لو الأب يعني يجيب ابنه تليفون؟ بس غالب يعني الابن هو الابن ممكن يروح أماكن بعيدة وكده، فالأب ممكن يطمن عليه. لكن الابن ربنا يهدي كل عاصم مسلم يا رب، ممكن يسمع عليه الاغاني، ممكن يسمع عليه محرمات، هو غالب الامر ممكن يكون يعني في معصيه. يعني الاب جاب التليفون لابني، فهل ده حلال ولا حرام؟ بس هو جايبه وطمن عليه، بس في من وراه معاصي وذنوب. يعني هو جاب التليفون لابنه عشان يطمن عليه، والابن احيانا بيستخدم التليفون في الاغاني او ما شابه ذلك، مش كده؟ مش ده السؤال تقريبا؟ نعم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا، تفضلي. لو سمحت عندي سؤال. نعم. بالنسبة لفواتير الكهرباء لما بتيجي عالية وكده، ممكن مثلا بنجيب كهربائي ويأثر في من ناحية الكهرباء، يعني بياخد منها وإيه، بحيث إنه يعني ما يجيش فواتير كهرباء عالية، يعني سرقة كهرباء، هو هل يجوز؟ طيب، حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا الكريم يقول بعض الأئمة لا يحسنون قراءة الفاتحة، فهل نصلي خلفهم شيخ الكريم أم لا؟ للأسف الشديد هذا واقع مؤلم، وأقول الصلاة عبادة ولا مجاملة فيها لأحد، ولا يجوز شرعا لمن لا يجد في نفسه القدرة على القراءة الصحيحة أن يتصدى للإمامة أبدا، حتى وإن كان إماما معينا، يجلس في مقرأة ويتعلم أدب القراءة وأحكام التلاوة حتى تكون الصلاة صحيحة، ولا مانع ولا حرج أن يجلس مع أخ من الإخوة ليعلمه. على كل حال، الصلاة صحيحة، ويتحمل الوزر أمام الله. انصحوه برفق ولين مرة، وليس على ملأ أمام الناس، وخذ بيده ليتعلم. أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم أمين يا رب العالمين. الأب اشترى هاتفا لابنه للاطمئنان عليه، طبعا مش في نيته خالص أن الابن هيسمع أغاني أو يشاهد حاجات أو مثل هذا. هل على الأب وزر شيخي الكريم؟ ليس عليه إثم، ولكن عليه يجب متابعة الولد بين الحين والحين. أمسك الهاتف وأقلب فيه وأعرف وماذا فتحت، ويا ولدي ينبغي أن يكون بيني وبينك ثقة، وبيننا وبين الله عز وجل اتصال، أن نراقب ربنا في جميع تصرفاتنا. إن أخطأ عافونا عنه مرة واثنين وثلاثة واربعة، وإن أصر سحبنا الهاتف منه حتى لا نتحمل الوزر أمام الله. نعم شيخ كريم، أسأل الله أن يحفظ أبناء المسلمين جميعا. اللهم أمين يا رب العالمين. اتصال أخير. فواتير الكهرباء، لو الفواتير غالية، الصورة التي سألت عنها الأخت، لا يجوز كهربائي ويعمل اللي بيعمله، لا يجوز للسائلة أن تفعل ذلك. مال عام ينبغي أن نتقل، إن سرقونا فلا نسرقهم. نعم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم، يعني هذا أمر لا يحل. نعم، وهو محرم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ سامي السرساوي، ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا أمين. الله بعلمكم. أمين يا رب، وغفر لنا ما لا تعلم. اللهم أمين أمين. المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، طبعا لا أبدا إن شاء الله تعالى مش هنقول رجاء، هذا حق الشيخ علينا، الدعاء له فأن يشفيه الله عز وجل. فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار ومرضانا ومرضى المسلمين جميعا، دائما نتذكره في صلواتنا، وشيخنا الكريم ندعو له في نهاية اللقاء. نعم، أسأل الله تبارك وتعالى وهو رب العرش العظيم أن يشفيه بشفائه، وأن يداويه بدوائه وسائر مرضى المسلمين، وأن يرده إلى موقعه ومكانه بين إخوانه وأحبابه
سالما غانما إنه على ذلك قدير، وصلى الله على سيدنا رسول الله. اللهم أمين. آمين يا رب العالمين. وأيضا أكرر، الشيخ حالته مستقرة الحمد لله رب العالمين، لكن مسألة وقت، احنا طمعانين في رحمة ربنا عز وجل. الأطباء يقولون شهر وشهر ونص وشهرين عشان يعود تاني، فاحنا طمعانين الفترة تكون أقصر من ذلك بكثير بلطفه ورحمته سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي أتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.